بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله الآن نكمل المحاضرة اللي وقفنا عندها، وقفنا عند الاتش أس تي تي بي دي آي سي، حكينا عن الاي تي بي، حكينا شوي بالمحاضرة الماضية، عن أنا الاي تي بي اللي هو كان اميون اسمه اي تي بي يعني اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربورا، إنه يعني أنا نتيجة الاميون قلة الصفائح وصار نزيف على الجلد اللي هو بيربرا البيربرا اللي هو النزيف الصغير ها بس اللي اصغر منه باتيكاي آه وقلنا بعدين آه حكينا قبلها قصدي عن الكلوتينج فاكتورز وحكينا كيف الشجره تاعت الانترنسيك والاكسترنسيك فاكتورز الان نشوف هذول الثلاث امراض اللي هم آه من ضمن الثرومبوتيك مايكرو ثرومبوتيك مايكرو آه الدي اي سي نخليه لحال آه راح نشوف الاتش يو اس اختصارات اختصاراتهم التي تي بي هسه راح الاتش يو نبدا المحاضره ان شاء الله المحاضره رح تكون قصيره وراح نفهمها على السريع باذن الله تعالى لكن نطلب من الله التوفيق لانه التوفيق مش بشطارتنا ولا بشطاره اي احد بالدنيا التوفيق من الله سبحانه وتعالى آه فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فلا حول ولا قوه لنا الا بالله بسم الله فخلينا نروح والله شوي نرسم ونخربش شوي بنيجي الان احنا حكينا في عندنا شيء اسمه اتش آه يو اس وفي شيء اسمه عندي اسمه تي تي في الدي اي سي خليه شوي لانه الدي اي سي مشكلته قصته ثانيه يعني فالان اتش يو اس اختصار الى هيموليتك يوريمك سندروم هيموليتك يوريمك سندروم هيموليتك يعني شو صار في عندي صار في عندي هيموليسيس فرح تقل عندي الار بي سيز تمام هسه رح نعرف ليش يوريمك انه ايش رح يصير في عندي يوريميا وشو اليوريميا انه معناته الكلى صار فيها خراب خربت الكليه فصار عندي يوريميا اليوريا ارتفعت نتيجه انه الكليه خربت وسندروم هذا الشيء فهي اتش يو اس رح نعرف شو اسباب الاتش يو اس تي تي بي معناتها ثرومبوسايتوبينيك او معناتها ثرومبوسيتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا يعني الان ثرومبوسايتوبينيك هاي معناته انه قلت عندي البليتلت صح ولا البليتلت صارت قليله بس شو سببها تتذكروا بالاي تي بي شو كان السبب السبب هو اميون حرف الاي يعني اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا هون ثرومبوسيتيك سايتوبينك بيربرا يعني الان الحق عمين مين؟ الحق على البليتلت يعني بيجي بحكي لك البليتلت هي قللت لك البليتلت طب كيف؟ مش فاهم هسه راح نعرف طيب مين حابين نبلش اول بالاتش او اس ولا التي تي بي؟ قبل ما نبلش فيهم اثنيناتهم بعطوا نفس السيناريو اثنيناتهم نفس السيناريو اتش او اس وتي تي بي شو السيناريو؟ السيناريو في عندك انت خمسه خمس شغلات في خمس شغلات فعشان هيك بحكوا لك هو بنتاد بنتاد لك اليوم شفنا منطاد على سيره البنتاد من طاد من الامارات جاي وصوروه وكيف عليه ففايف بنتاد فظل شو البنتاد الخمسه اللي راح اشوفهم انا بالتي تي بي والاتش يو اس وشو الفرق بيناتهم الان الان البنتاد هذول خلينا نعد هي عندك واحد اثنين ثلاث اربعة وخمسة عندك اول اشي راح يكون البليت قليلة صح ولا لا؟ ففي عندك انت ايش؟ ثرومبوسايتوبينيا طيب ممتاز الشغلة الثانية انه راح يصير في عندي هيموليتيك انيميا يعني ايش هيموليتيك انيميا؟ يعني ايش؟ هيموليتيك انيميا هيموليتيك انيميا راح يصير عندي ليش؟ بسموها مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. شو يعني مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا؟ يعني يكون في عندي انا في ارتري وتيجي البليت تتجمع هون فتيجي عندي الار بي سي من هون ماشيه تمزعها فتنمزع الار بي سي وتموت بتصير هيموليسيس. فاثنين بصير فيهم مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. مايكرو انجيوباثيك يعني السبب انه في مسامير صارت المسامير هاي ايش؟ بليتلتس. طيب هاي الشغله الثانيه، الشغله الثالثه الان اي ار بي سي لما يصير في عندي هيموليسيس شو بصير؟ بصير في فيفر صح؟ فبرضه بده يكون في عندي انا شويه فيفر مزبوط هي ثلاث شغلات الشغله الرابعه انه بده يصير في عندي سي ان اس سيمتومز سي ان اس سيمتومز لانه راح يصير في تسكير ومشاكل يعني ثرومبوسز وبنفس الوقت هيموليسز يعني بده يصير في ثرومبوسز وهيموليسز بنفس الوقت تقريبا بالبرين فبصير في عندي سي ان اس سيمتومز زي سايكوسز وهيك وهذا الإشي راح يصير برضه بالكدني فبالتالي كمان الكدني راح تتضرر زيها زي زيها زي البرين فهذول السيناريو رح تشوفهم انت بالاثنين هذول لكن الان شو الفروق اللي بيناتهم مثلا شو الفروق اللي بيناتهم كمقدمه الان الفروق اللي بيناتهم انه هذا اسمه هيموليتيك يوريميك سندروم يوريميك سندروم يعني الان الكلى راح تنضرب كثير فبالهيموليتيك يوريميك سندروم راح تلاقي عندك انه الكدني راح تكون مصابه كثير بالهيموليتيك يوريميك سندروم بينما السي ان اس ليس لايكلي بالهيموليتيك يوريميك سيندروم السي أسماء اس بتكون كثير بس الكدني كثير على العكس التي تي بي التي تي بي الكدني راح تكون مش كثير بس بده يكون في عندك سيمتومز بالسي ان اس سيمتومز للسي لا ان اس لان شو ممكن اختلاف كمان زياده هيموليتيك يوريميك سيندروم سببها سببين راح نشوفها في تيبكال وفي اي تيبيكال لنفرض انه احنا بدنا نحكي عن التيبكال التيبكال بحكي لك بيجي طفل صغير بيجي بحكي يقرفهم طبعا بس يطلعوا مثلا طشه بدي من الماك بدي من الماك بدي من الماك جيبوا لي من الماك بدي برجر من الماك بجيبوا له ايش همبرجر من الماك بجيبوا له بيج ماك ولا اي شيء ثاني من هاي الماك طبعا بيكونوا طوخين هاي يمكن قبل بيوم وهيك ف مشان قاعد بحكي على الماك ولا شيء بس انه يعني قصدي اذا كان الـ هذا البيف اللحمه هاي الموجوده منتهيه مدتها او شيء زي هيك بيكون فيها بكتيريا هاي البكتيريا بيكون اسمها ايكولاي e. ايكولاي e. تمام ورقمها الارضي صفر واحد خمسة تمام ومعها تلفون هواوي 7 هاي البكتيريا فهاي البكتيريا اسمها ايكولاي او ون هاي الايكولاي هاي الايكولاي بس تيجي هون تعمل لي المشاكل هاي وبصير في عندي هيموليتيك يوريميك سندروم هسه طبعا راح نشوف كيف آه بس انه هي هاي السبب فبتضيف عليها كمان شيء ثاني مع هذول الخمسه بما انك انت راح تتسمم راح يصير في عندك تسمم من الاكل صح ولا ولو الواحد يصير عنده فود بويزنج شو ممكن يصير في عنده كمان بدي احط لك اياها بالاحمر بده يصير في عندك بي دياريا بلادي دياريا تمام فالأتشيو اس هاي اذا كانت طبعا بتيجي ايش بايكولاي آه اللي هي ايش بلادي ديارية زائد انه ممكن يكون في عندك هذول ايش الخمسة البنتات وضحت هذا الاتش يو اس والتي تي بي ماشي الحال ممتاز صليتوا على النبي اللهم صل على محمد الان شو الاتش يو اس والتي تي بي شو المشكله فيهم المشكله فيهم بالبليتلتس المشكله فيهم بالبليتلتس بي ال تي هاي المشكله فيهم البليتلتس بصير لها اكتيفيشن وبتتجمع وبتيجي تعلق هون وبتمزع لي كل الار بي سيز بصير في عندي هيموليتيك انيميا وبصير مشاكل ثانيه كله نتيجه البليتلتس فلو انت تيجي الان تعمل فحوصات ويجي واحد يحكي لك بالتي تي بي والاتش يو اس شو بصير بالبي تي والبي تي تي شو بدك تحكي له بدك تحكي له نورمال <normal> ما راح يصير فيهم اشي ماشي نورمال بي تي وبي تي تي نورمال ما بلشنا احنا بالكوجوليشن فاكتور نهائيا احنا بس بلشنا بالبليتلت فالمشكلتي هون بالاتش يو اس تي تي بي بليتلت نيجي الان بالله خلينا نشوف شو قصه الاتش يو اس والتي تي بي نبلش الان بالتي تي بي شو قصته بعد ما مسحنا اللوح الان هي تي تي بي الان شو قصتك انت يا تي تي بي وكيف انت بتخربي لي البليتلت وتكوني انت سبب بانه صار في عندي هي البنتات الخمسه الان شوف صلي على النبي الان في عندي انا شيء لو تروح الان على مطعم في مطعم في عندي شاب هون بالمطعم يشتغل هذا الشاب اللي هون يشتغل بالمطعم هيو مبسوط هذا الشاب اسمه آدم شو اسمه آدم هذا آدم يشتغل بالمطعم ووظيفته إيش على الفلافل وظيفته على الفلافل هذا آدم لما يشتغل بالفلافل شو بجيب بجيب عندك هذا الجاط اللي فيه آه فيه خلطة الفلافل هون فهي هون عندك خلطة الفلافل أو عجينة الفلافل كلها هون وبيجي الآن بيكون في معاه هيك زي حديدة آه بيحط الخلطة بالحديدة فبطلع عندي دوائر صغار فلافل بطلع عندي ايش دوائر صغار فلافل هذول دوائر صغار الفلافل من وين طلعوا اصلا طلعوا من هاي العجينة معروف هذا الاشي صح ولا بتيجي على ادم ادم بسرعة عمل لنا فلافل بحكي ماشي يا كبير فبجيب لك عجينة الفلافل وبطلع لك منها فلافل زي هيك الان شو قصة الفلافل وشو قصة ادم الان انا في عندي بالجسم في اشي الله سبحانه وتعالى خلقه اسمه ادم 13 اسمه ادم 13 ادمز 13 هذا الادمز 13 هو وظيفته ايش؟ وظيفته انه يجي على العجينه الكبيره ويقطع لي اياها قطع صغيره فيجي على الفون والبرنت فاكتور الفون والبرنت فاكتور بيكون عباره عن قطعه كبيره هيك فيها مليان فول والبرنت فاكتور مليان فول والبرنت فاكتور كلها فون والبرنت فاكتور يجي هذا الادمز 13 على هاي العجينه الكبيره ويقطع لي اياها الى ايش؟ فون والبرنت لحاله وفون والبرنت فون والبرنت فون والبرنت وضحت فكانوا قطعه واحده اسمها ملتمر فول البراند بيقطعهم الى قطع صغيره كل فول البراند لحاله الان احنا بنعرف الفون البراند اصلا فول والبراند فاكتور شو وظيفته هو انه يجي يرتبط مع مين مين اللي بيرتبط بالفون والبراند ممتازين اكيد البليتلت صح ولا فالبليتلت بترتبط مع الفون البراند اذا بتتذكروا بالجي بي 1 آه بي 9 صح ولا اكس اي او اي اكس مظبوط هذا الفول والبرنت برتبط بالبليتت فما بالك لما يكونوا عشير فول والبرنت قديش راح يرتبطوا بالبليتت بكثير بليتت صح ولا وهذا هو سبب التي تي بي فانه يجي انه يكون في عندي انا ايش نقص بالادم 13 عندي انا ديفيشنسي بهذا الادم 13 فبيضل الفوليوم برنت فاكتور متجمعين على بعضهم البعض فبيجوا البليت تركبوا معاهم فالبليتات كلها بصير لها اكتيفيشن وبترتبط بالفوليوم برنت وبتتجمع على جدران الشرايين وبتمزعل لي الار بي سيز وبتعمل لي كل السيمتومز تبعت التي تي بي بتجي تحكي طيب هو الادمز هذا شو كانت وظيفته بحكيك وظيفته كان يقطع لك الفوليوم برنت الى قطع صغيره فاذا هو عباره عن ايش ميتالو بروتييز مثاله بروتيز اعرف انه ايش بروتيز بي تي اس يعني بروتيز فوظيفته كان يقطع لي البروتين اللي هو الفولمر فاكتور واضح فاذا هو مثال بروتيز هذا الادم 13 بيصير له كيف يصير له ممكن احيانا كمان شغله اوتو اميون ديزيز يعني شغله اميون انه يجي انتي بوديز ويدمروا الادم 13 يعني يجوا عندك شو اسمه هاي بيت آه. العمل ويجوا على ادم ويحكوا له شو ادم وين الـ وين الجلفز وين, وين القصص ويجوا يخالفوا ادم فبتضل عجينه الفلافل لحالها ما راح تتقطع الفلافل الان على الفلافل بس بدي احكي شيء كثير من الناس بيجي مر من عند مطعم فلافل بيكون الزلمه بيسوي فلافل وبيطلع الفلافل اللي توها استوت ويحطها يجي واحد ياخذ منها حبه ويحكي سامحنا يا معلم وظلوا ماشي يا ماشي انا معك سامحني يا معلم ظلك ماشي بس بدي اسالك سؤال هل هذا المعلم اللي بيشتغل هل ادم هو صاحب المحل؟ اكيد لا صح؟ ادم بيشتغل بالمحل فاذا انت حكيت سامحني يا ادم هل هو ادم بيطلع له يسامحك او ما بيطلع له يسامحك؟ لا انت ما اخذت من صاحب الرزق نفسه يعني فهاي يعني هاي يعني مشكوكه بامرها صح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ابتعد عن الشبهات، شغله ثانيه ما اخذ بحياء فالنار اولى به، اي شيء انت تفكر تاخذه بحياة اللي هو هسه مصطلح الصلبطه قال انه انا والله بتصلبط عليهم يعني انت شو بتفكرني جاي تبيع مي بحاره السقايين جاي تعرج بحاره المكرسحين انا ب... بتصلبط أظن انت مفكرها شطاره يعني هاي هاي كلها راح تسال عنها يوم القيامه اذا الانسان ماله اللي هو حلال مية بالمية بده ينسال عنه عن كل تعريفه فيه فما بالك انت الاشياء الثانيه والصلبطه فمش شطاره انك تيجي على واحد تاخذ منه شيء مفكر انها هي شطاره ما اخذ بحياء فالنار اولى به دير بالك دير بالك بعدين يعني شو حبة الفلافل وما حبة فلافل تعال على الزلمة وعطيه شلن خمسة قروش وخذ أربع حبات فلافل مش حبة صح يعني اجتنبوا الشبهات اجتنبوا الشبهات طيب فيعني هاي قضية بتصير كثير الله يوفقكم جميعا نيجي نشوف شو في محاضرتنا عنك يا تي تي بي طلع بالله هون بعد الصلاة على النبي اللهم صل محمد أي أيوة بحكي لك الآن ثرومبو مايكرو أنجوباثي <تصفيق> <تصفيق> ثرومبو مايك ثرومبتيك مايكرو حكينا انه بيجي عندك بلاد فيزل وبيجي يترسب هذا بالبلاد فيزل ويعمل لي مشاكل وبيعمل لي في بنفس الوقت نتيجه انه هو اتجمع اصلا يعني بليته تجمع وهذا مثال على التي تي بي والاتش يو اس واثنين شغلتهم انه اكسسيف في اكتيفيشن لمين؟ للبليتت، حدا جاب سيرت كلوتنج فاكتور؟ لا، معناته البي تي والبي تي تي بتتغير؟ لا، ممتاز بصير ديبوزيشن للسمول بالسمول فيسلز فبصير في عندي مشاكل الان تي تي بي فيها ايش بنتاد اللي حكينا عنه البنتاد اللي هو شو فيفر ثرومبوسايتوبينيا مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا ترانزينت نيورولوجيك ديفيسيت مشاكل بالسي ان اس ورينا الفيلر

رينا فيها ليش؟ اسمه اتش يو اس هيموليتيك يوريميك يوريميك معناته في يوريميا معناته في كدني فيلير رينال فيلير وهذا حكيت لكم غالبا وين بصير؟ بالتشلدرن هاي بدي اذكركم ماكدونالدز بالماك راح الولد يشتري من الماك اكل شيء ربح مع هذا الشيء بكتيريا اسمها ايكولايز او 157 اتش 7 ان بوث كونديشنز انترا فاسكولار ثرومباي بتصير بالبوث كونديشن بصير في ثرومباي ومن الثرومباي بصير مايكرو انجيوباثيك كيموليتيك انيميا نتيجه انه بتتمزع فهذا التمزع والثرومباي بخرب لي الاورجنز عشان هيك شفنا السي ان اس تضرر والكدني تضررت وهذا الشيء راح يعمل لي كونسمشن للبليتلت فبصير ثرومبوسايتوبينيا انه اصلا ثرومبوسايتوبينيا من وين اجت يعني احنا عرفنا من وين اجت ثرومبوسايتوبينيا لانه انا عندي مثلا 10 بليتلت بالدم لنفرض عشرة ولما يجوا تجمع مع بعضهم تجمعوا صاروا كل ثلاث لحال فراح يبين عندي ثرومبوسايتوفينيا لانهم متجمعين مع بعض كونسمشن تي تي بي واتش يو اس اكتيفيشن اوف كواجيوليشن كاسكيد از نوت برايمري امبورتس يعني ما بصير كواجيوليشن كاسكيد عشان هيك البي تي -PT والبي تي تي شو بيكونوا نورمال ما تخربط ممتاز نيجي الان على التي تي بي شو حكينا التي تي بي انه بصير في ديفشنسي بمين بادم ابو الفلافل انه ديفشنسي بالادمز 13 اللي هو اصلا اسمه فون ويلبرنت فاكتور ميتال بروتيز يعني الانزيم الذي يقطع الفون ويلبرنت فاكتور ان اتس ابسنس اذا صار ابسنس بتظل مالتيمر اكيوميليشن يعني ملتمر اللي هو القطع كبيره اللي هو uh, هذا جاط الفلافل الكبير جاط عجينه الفلافل هاي ابصر شو اسمها فهيك بتيجي البليتت اكتيفيشن على هذا الاشي واجريجيشن وبتصير المشاكل الان سوبر امبوزيشن اندوثيليا سيل انجري يعني الان مش هاي في عندي هون وهي اجت الثرومباية علقت هون والثرومباي علقت هون هاي الثرومباية راح كمان تخرب المنطقه اللي تحتها وحواليها وهي راح تخرب المنطقه اللي تحتها وحواليها واذا صار في خراب بالاندوثيليا برضه راح يجي فون والبرنت فاكتور يركب وي ويتج بليت تركب عليه فشايف كيف يعني انت عباره كله عن شيء قاعد بيزيد يعني فهي بحكي لك سوبر امبوزيشن اندوثيليا سيل انجري caused by some other conditions اللي هو البليتلت هي خربت وهيك شغلات ثانية may further promote formation of plated مايكرو اجريجيشن بتزيد كمان الامور أسوأ وأسوأ وبتزيد البليتلت aggregation اكثر واكثر فبتزيد التي تي بي وذ بلازما اكسشينج الان بلازما اكسشينج ليش بدي اعمل بلازما اكسشينج؟ لانه غالبا ايش؟ حكينا شو سبب ادم ستيتين مين مين اخذه؟ اميون انتي بوديز يعني فبالتالي ويتش ريموف الاوتو انتي بوديز وبروفايد فانكشنال ادم ستيتين بيرجع ادم ستيتين يشتغل تي تي بي ويتش وانس هاز يونيفورميلي فيتال يعني التي تي بي ترى كثير خطير كثير سيء وخطير دي يعني ديروا بالكم آه لكن آه اذا عملت انت بلازما اكسشينج واكتشفته بكير وكذا يعني 80% من البيشنت آه امورهم بتكون كويسه والشافي مين الشافي هو الله واذا مرضت فهو يشفين فهو مش الدكتور يشفين الدكتور مسكين يا ما دكاتره دكاتره قلب استشاريين قلب ماتوا بجلطه ب... بعياداتهم ولا حدا قدر يلحقهم خلاص انسان هي خلصنا التي تي بي الان الاتش يو اس الاتش يو اس شو هو حكينا سبب الاتش يو اس قلنا في تيبيكال وفي اي تيبيكال هسه اللي هو احنا عرفنا اللي هو شو سببه سببه البكتيريا هاي اللي هي انك انت توكل البكتيريا هاي فبيطلع عندها من البكتيريا هاي توكسين اسمه شيجا لايك توكسين شو يعني شيجا لايك توكسين؟ شيجا لايك توكسين انه هذا التوكسين بيشبه التوكسين اللي بيطلع من البكتيريا اللي اسمها شيجلا، في بكتيريا اسمها شيجلا بتطلع توكسين بيشبه التوكسين هذا فبسموه شيجا توكسين. طيب بالاتش يو اس الادمز 13 طبيعي ولا لا؟ نورمال ليفل شو دخلنا بالادمز 13؟ ابو الفلافل هذا بس للتي تي بي. التوكسين وين جاي؟ قلنا بوكل انت توكل بيف خربان او مش خربان عفوا يعني قديم وهيك او متسمم او كذا فديس توكسين انت بعد ما توكله بصير له ابزوربشن وين؟ من الجي اي Uh, in the inflamed GI mucosa into circulation, alter endothelial function uh, لأنه toxin هو بيخرب الأندوثيريال فبزيد الـ plate activation و aggregation فبتصير عندي نفس الأعراض. فإذا بيجي بخرب الأندوثيريال function بتخرب الأندوثيريال بيجي الـ vulnerable plant factor يركب وبتركب الـ vulnerable plant factor وبتتطور الأمور. children and other adults are high risk حكينا دائما غالبا عند الأطفال هذا تمام؟ عند الأطفال. طبعا هو ما في داعي انك تعرف تيبيكال واي تيبيكال يعني انا ما عرفت انه في اتش او اس تيبيكال واي الا لما دومت اطفال سنه سادسه في سيمينار اسمه اتش او اس سنه سادسه مش خامسه آه عرفنا انه في تيبيكال واي تيبيكال وحتى كانوا يحكوا لنا انه الاي تيبيكال اتش او اس كثير بيشبه التي تي بي ماشي بينما التيبيكال اتش او اس بيكون معاه بلدي دياريا والشغلات الشغلات هاي نتيجه انه في عندي ايكولاي يعني آه طيب هاي ستريس فبصير في عندهم ايش بلادي ديري فهاي الاشي كثير مميز كثير 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 انه هاي ايش اتش يو اس ماشي وخصوصا تيبيكال لاي تيبيكال تيبيكال ماشي هاي بلادي دياري and اند فيو دايز ليتر بصير في عندي الاتش يو اس بعد كم من يوم آه ممكن غالبا بيقول لك كومبليت ريكفري از بوسيبل برجعه طبيعي بس ممكن غالبا بخاف من ايش هو اكثر شيء ممكن يتضرر الكلى الكلى ممكن يصير ريفيرسبل رينال دامج تخيل طيب شوف الانسان قديش

كومبلمنت باث وي كومبلمنت باث وي احنا بنعرف شو الكومبلمنت باث وي بتتذكروا سي 3 اي وسي 4 وسي 4 بنادي سي 5 والشله هاي بيعملوا لي كومبلمنت والكومبلمنت بيجوا بيدمروا لي خلايا الجسم صح ولا لا وبيخربوا لي الاندوثيليال وبس يخرب الاندوثيليال بيجي الفون والبرنت فاكتور والبليت اللي بتركب عليه وبتصير الامور اللي هي تاعت زيها زي التي تي بي يعني طيب الان بدي اعرف شو صار شو اللي عمل لي اكتيفيشن للكومبلمنت شو اللي عملي. Activation الاكتيفيشن الكومبلمنت هسه بحكي لكم هذا يا سيدي العزيز مره كان واحد ساكن مع جده ساكن مع جده يعني مع سيده سيده وجده يعني واحد فكان هذا ساكن مع سيده فسيده هذا عمره 46 سنه يعني تخيل واحد عمره واحد تخيل جدك عمره 46 سنه هذا جدك بيكون متجوز بصف رابع جيم فعمر الجد 46 سنه فالجد اسمه سيدي 46 هذا الجد فهذا الولد الصغير ساكن مع جده مش ما بيحب جده نهائيا فدائما يضل يحكي اي هيت سيدي ابو 46 سنه فايش بضل يحكي اي هيت اي اتش ستة و... سيدي 46 سنه فشو الاي وشو الاتش وشو سيدي ابو الـ 46 سنه هذا متجوز بخامس جيم ولا رابع حكينا رابع رابع اب فهذول الاي واتش ستة 46 هذول عباره عن ايش؟ هذول الله سبحانه وتعالى خلقهم شو وظيفتهم؟ وظيفتهم انه انا لما يكون عندي هيك خليه بيكونوا موجودين على سطحها، طلع بالله، شو موجود على سطحها؟ موجود اي و اتش و دي 46 40 46 هذول موجودين على السطح، هذول اذا بده يفكر الكومبلمنت يركب على الخليه هاي بتحكي له هي يا حبيبي وين وين؟ وين الله يسعدك؟ هاي خليه لنا، وين جاي انت بدك تخرب الخليه هاي؟ الله يرضى عليك يلا يلا مع السلامه فهذول الثلاثه بمنعوا انه الكومبلمنت يجي ويخرب لي الخلايا هاي وخصوصا الاندوثيليال سيلز لانه انا هون مشكلتي بالاندوثيليال سيلز فاذا راحوا هذول الثلاث صار فيهم مشكله الكومبلمنت بصير له اكتيفيشن فهي الاي تيبيكال اتش يو اس انه بصير في عندي ديفكت وين بالكومبلمنت فاكتور اتش والممبرين كو فاكتور اللي هو سي دي ابو 46 والفاكتور اي او هو فاكتور 1 يعني بس انه احفظوا اي يعني اي هيت سي دي 46 3 بروتينز ذات نورمالي اكت تو بريفنت excessive activation of the complement pathway of the alternate alternative, alternative complement pathway لانه يعني الكومبليمنت باثوي في الالتيرناتيف ما في داعي للعجقه هاي بس خلاص انه اعرف لكم الكومبليمنت باثوي uh, patient who survive with acute insult usually recover but some have permanent renal damage بصير عندهم and eventually بحتاجوا dialysis or renal transplant انه خلاص الكلى عندهم تنشط بضل هاي الاتش يو اس والتي تي بي تخيل و والسلام عليكم وعليكم السلام صليتوا على النبي الله على محمد بسكوت الحمد لله رب العالمين اللي عافانا واعطانا النعم هاي الحمد لله الان للدي اي سي دي اي سي سيء وفيري باد و يعني مش هو ديزيز هو نوت برايمري ديزيز هو شيء بصير بفعل لي كل الدنيا بطرم الدنيا كلها فهو اسمه disseminated كثير منتشر بكم كل الجسم انترفاسكولار coagulation شو الدي اي سي شو قصته احنا شفنا اتش يو اس تي تي بي كانت مشكلتهم وين بالبليتلت صح بصير بليتد اكتيفيشن لكن كلوتينج فاكتورز ما بتاثر بالدي اي سي كل شيء بتاثر كل شيء بصير فالبليتد بتجمعوا على بعض الكلوتينج فاكتورز بتجمعوا على بعض الانترنسك بتجمعوا على بعض والاكسترنسك بتجمعوا على بعض فالمريض ببطل في عنده لانه كل شيء بصير له كونسمبشن فبصير عنده نزيف كمان ليش لانه بطل في شيء يسكر لي اه اذا اذا صار عندي مشكله بالوول بطل في شيء يسكر لي النزيف بطل في عندي شيء يسكر لي النزيف. بحكوا تليفون يا شباب في صار عندنا نزيف هون وين الكواجيوليشن فاكتور؟ وين البليتلتس؟ وين الناس؟ وين العالم؟ بحكوا والله كلهم بلشانين فبصير كونسمشن لكل شيء فبصير عندك ثرومبوسيز وهي الثرمبوسز والثرومبايب بتسكر كل البرين وبتسكر الاجزاء الجسم فبالجسم بصير تجلطات وبصير نزيف بنفس الوقت تخيل؟ هذا الدي اي سي، دي اي سي اكيوت وسب اكيوت وكرونيك آه يعني كثير خطير لكن الاكيوت طبعا كثير خطير انه فجاه بصير عند المريض وبيموت بتذكر السنه الماضيه واحنا مداومين نسائيه مريضه زي هيك صار في عندها دي اي سي وتوفت رحمه الله عليها آه سب اكيوت انه بتاخر شوي كرونيك آه بيطول آه والمرة هاي بس نوابنا كانت مريضة عندها كرونيك دي اي سي، انا استغربت انه اجت وحدة وبحكوا لي البي تي تي برولونج والبي تي برولونج والمريضة واقفة على وجوندس، ليش جوندس طبعا تتوقع؟ لأنه عندها صح؟ نتيجه الهيموليسيس بصير جوندس ااا آه ويعني عندها بحكي دي اي سي انا انا اللي بعرفه انه الدي اي سي مرض بيشطب الدنيا خلال ثواني لكن هاي كيف امورها كويسه وتحسنت ثاني يوم هي فانه في كرونيك دي اي سي في شيء اسمه كرونيك دي اي سي ماشي طيب فهو ثرومبو هيمورجيك شايف ثرومبو هيمورجيك يعني بصير ثرومباي وبصير هيمورج بنفس الوقت نتيجه الكونسبشن شو قصته اكسسيف اكتيفيشن لمين كو أجيوليشن. زائد بليتل طبعا and formation of thrombi اوف ذا of the body. DIC not a primary disease هو اشي بصير وسكندري له بصير DIC فهو غالبا سكندري يعني مش والله فجأة بصير عندك DIC complication طبعا كثير complication uh, sometimes coagulopathy is localized to specific organ or tissue بس غالبا يعني مش localized بيكون بكل الجسم عشان هيك اسمه disseminated بكل الجسم بصير كل الاي في Uh, الان از اكونسيكونس اوف ثرومبوتيك ديزيز انه مشاكل الثرومباي بده يصير في كونسبشن للبليتت فايبرين كواجوليشن فاكتور اند سكندري اكتيفيشن اوف فايبرينوليسيس يعني الان شو بده يصير بحكي لك بحكي لك البليتت بصير لها كونسبشن والكلوتينج فاكتورز كلها بصير لها كونسبشن والفايبرين كونسبشن فببطل في حدا فاضي انه يسكر لي النزيف وبنفس الوقت بيشتغلوا الناس اللي بفككوا الفايبرين والبليتلس عن بعضهم البعض اللي هم الفايبرين ولايسز فبتلاقي كمان الفايبرين ولايسز اكتيفيتي شغاله تيجي تحكي تحكي شو جايب شو جايب الجرافات هاي شو جايب الشغلات هاي بيحكوا والله عشان نحاول نفكفكهم عن بعض طيب يعني عرفنا كيف فبصير فايبرين ولايسز وكواجوليشن وكل شيء مع بعضه البعض هاي طبعا الرسمه اللي احنا بنعرفها انه كيف هي 12 و10 و9 وبالاخير فاكتور 10 هو اللي بيهمني دائما وهذول انترنسك وهذا اكسترنسك بصير في عندي بتفعل البرو الى الثرومبين والثرومبين اللي هو فاكتور 2 ثرومبين هذا فاكتور 2 اللي هو الثرومبين اذا اشتغل اه بح بح بشغل لي الفايبرينوجين بحول الفايبرينوجين الى فايبرين والفايبرين هو ايش هي يحط لك تحت كلوت الفايبرين جلطه مش جلطه يعني خلص خثره وهذا الاشي اللي بدي اياه يعني, يعني ليش كل كوجليشن فاكتور الله سبحانه وتعالى خلقها عشان اذا صار في عندي نزيف على السريع يسكروا فهي الكاسكيد شوف شو بصير عندي الان بصير اكتيفيشن اوف فاكتور 10 تمام فاكتور 10 بصير له آه اكتيفيشن فبصير في عندي ثرومبين thromb والثرومبين طبعا بده يحول لي الفايبرينوجين الى فايبرين وهذا الاشي طبعا اه اذا تحول فايبرين الان وصار كلوت على السريع الفايبين بده يحكي لهذول بحكي وين يا معلم؟ وين انا جيتكم؟ من زمان ما شفنا بعض، فكل هاي الطحشه بتصير لها اكتيفيشن، فبصير اكتيفيشن لكل الكاسكيت كان، فهي بحكي لك فايبرين فيدباك تو اكتيفيت الفاكتورز كلهم 11 و8 و5 وكلهم، فكله هذا بالاخير انهبت الفايبرين طبعا لانهم بيجوا على الفايبرين بيحكوا بيحكوا شو يا كبير يعني يا انت تشتغل يا احنا صح ولا لا؟ فهم بدهم يشتغلوا فبوقف اللايسز بوقف الفايبرين وبرضه هذول باكتيفيت البليتلتس بيجي البليتلت بحكي شو في شو عندكم حفله شو مين بالله؟ بحكوا والله هذا شو اسمه عندنا حفله اليوم وكذا تفضل تفضل معزوم انت تفضل فبيجي بتفضل البليتلت معاهم بتشتغل كلها بالاخير بصير ستيبل كلوت المقصود بالستيبل كلوت هسه في ان ستيبل كلوت حكيت لكم انه البليتلت بتجمعوا بعض مين بخليها ستيبل الفايبرين يعني الكواجوليشن فاكتور لما يتفعل الكواجوليشن بيثبت لي البليتلت كويس او الكلوت كويس از ثرومبين از swept ان ذا بلاد ستريم هاي مهمه النقطه والله ركزوا معي هاي نقطه كثير مهمه ركزوا على القصه اللي بدي احكي لكم اياها الان القصه اللي بدي احكي لك اياها انت الان انسان نجحت في التوجيه وجبت معدل ثم... 85 85 طبعا ما بفوتك طب يعني الا في ظروف استثنائيه يعني فال85 آه، ال85 آه هو معدلك بالتوجيه وبدك تدخل على كليه الطب وانت شايف ال85 عن 99 تمام فانت ال85 هاي تيجي انت تدخل على كليه الطب تحكي اسمعوا انا جاي 85 حبيبي ولا حدا بيقدر لي شو كليه الطب شو سنه ثالثه شو الموديولات شو الموديولات بيجي آه بيجي اه بيجي الموديول عندك بيجي عندك موديول بيجي المديول شو بحكي لك المديول بحكي لك شو مين مين جاب سيرتي انت جبت سيرتي شو قصتك ولا بحكي تحكي والله انا جايب 85 ولا بسال عنك بحكي انا المديول انت بتعرف شو يعني انا شو يعني شو بدك تساوي شو بيسوي المديول بنادي عميل بنادي على الدكتور سمير محجوب يا دكتور سمير بيجي الدكتور سمير ايه في ايه ايه عايزين ايه بحكي له دكتور سمير هذا بيقول انا مش خايف من المديول معدل 85 بيجي الدكتور سمير بحكي شو يعني معدل 85 انت معدلك ولا اشي فبطمس ال 85 تاعتك. الان هذا السيناريو انا بحكي لكم اياه شو قصته؟ قصته الان صلي على النبي بعد ما صلي على النبي اللهم صل على محمد نقول سبحان الله اللي خلق هذا الاشي الان في انت بطلع عندك الثرومبين اللي هي خلينا نفرض الفاكتور 2 اللي بده يعمل لي جلطه. ثرومبين هذا الثرومبين بمشي بالدم الان انا الثرومبين خلصت وظيفته فاذا ظل ماشي بالدم بده يعمل لي قصص لازم الان ينتهي تنتهي وظيفته. بيجي هذا الثرومبين وهو ماشي بالدم بيجي عليه ايش اسمه ثرومبو موديولين